كثيرا ما نسمع مشاهدينا عن مشكلة ارتجاع المريء، وهي المشكلة الأكثر شيوعا بين اضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تتراوح في أن تكون سهلة أو معقدة، وذلك يعتمد على سرعة التشخيص والالتزام بالنصائح الطبية الموجهة للمريض. دعونا مشاهدينا في هذا الملف التفصيلي في الاستشارة الطبية نتعرف على هذه المشكلة وأحدث طرق العلاج الممكنة لها مع ضيفنا الذي سيجيبنا عن هذه الأسئلة، هو الدكتور محمد صلاح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. حياك الله معنا دكتور محمد. الله يحييك ستنا، والله يحيي مستمعينا ومشاهدينا الكرام في قناة التغيير. دكتور محمد، مبارح لما حكيت لك عن موضوع الحلقة تحمست. طبعا بالعادة بنتناقش في اختيار المواضيع، لكن حكيت لك قطعا ما رح أغير هذا الموضوع نظرا لشيوع هذه المشكلة وغموض العلاجات من قبل المرضى الذين لا يسعون إلى طلب الرعاية الطبية. ما هو ارتجاع المريء دكتور بداية؟ ارتجاع المريء، أولا سوف نمر سريعا على الآليات، وأول شيء تعريف الارتداد أو الارتجاع المريئي. أولاً نتحدث عن الشكل التشريحي للمريء. نعم، لا، ببساطة الارتداد أو الارتجاع المريئي هو ارتداد أو تأثير الحامض ومفرزات المعدة على المريء. نعم. هلا بدنا نعرف إنه في لدينا آليات وقائية تمنع هذا الارتداد أو تمنع تأثير هذا الارتداد. بشكل عام عضلة أسفل المريء هي عضلة ليست عضلة بتفتح وبتسكر، وبالتالي تسمح لبعض الأوقات بمرور بعض الحوامض ومفرزات المعدة، لكن في هناك آليات. هذا الوضع الطبيعي دكتور. هذا الوضع الطبيعي. نعم. لكن في آليات كثيرة، 6 آليات تقريبا، بتمنع تأثير الحامض على المعدة أو أسفل المريء أو المريء بشكل عام. بدنا نعرف انه انسجة المريء هي انسجة سكويموس سيل، او بمعنى هي انسجة لا تستطيع مقاومة الحامض. نعم. واي استمرار بوجود الحامض عليها تؤدي الى وجود تقرحات، عكس سبحان الله عكس المعدة. عكس المعدة. نعم. وبالتالي ربنا خلق آليات للحماية بها، منها بعض الحركات التي تحدث في أسفل المريء وتعمل على إعادة أي مفرزات من المعدة إلى مفرزات المعدة التي تصل إلى المريء، ترجعها إلى المعدة مرة أخرى، لأنه حمضي وقاعدي راح يكون. لا، هلا ما في المريء أي مفرزات أبدا دكتور، لا توجد أي مفرزات من المريء. نعم. هي خلايا مصمتة وفقط، سكويموس سيل لا تفرز أي مواد، والمواد التي نجدها في المريء هي معظمها من اللعاب الذي يفرز حوالي 1.5 لتر يوميا. نعم. الواحد يفرز مواد من اللعاب، وهي تنزل على المريء، وهي اللي بتساعد مع اللقمة الغذائية بالنزول للمريء. نعم. حركات المريء حركات قوية، بدنا نعرف انه الانسان حتى لو كان رأسه الى الاعلى قدمي إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل وبلع اللقمة هاي، المريء قادر على أنه يوصل اللقمة الغذائية إلى المعدة باتجاه الجاذبية الأرضية، عكس الجاذبية حتى، فاللقمة الغذائية تصل إلى المعدة بغض من الفم عبر المريء حتى لو كانت عكس الجاذبية. نعم. الحامض، بدنا نعرف أنه المفرزات المعدة مش بس حامض، هناك بعض الأنزيمات التي تعمل على هضم البروتينات. نعم. وهذه إلها أبخرتها، بدنا نعرف تأثير الحامض أو الارتداد. عندي 3 أنواع من الارتداد. نعم. الارتداد ممكن هوائي، وممكن سوائل، وممكن أكل. عظيم. يعني الفكرة أنه الارتداد واحد، لكن الآن هنا صار في توضيح أنه 3 أنواع من الارتداد. نعم. هناك ارتداد هوائي، والذي يظهر كتجشع. الارتداد المائي، طبعا هذا التجشع اللي ما له علاقة دكتور بالعمليات الجراحية والانتفاخ الناجم عنها. لا، هذا موضوع الطبيعي. آخر. نعم. طبعا النوع الثاني اللي هو السائل، اللي ممكن يكون حامضي واللي يشعر فيه المريض. نعم. وفي بعض الأوقات لا يشعر فيه، 15% من الناس ممكن ما يشعروا بوجود هذا الحامض أو الارتداد. نعم. والنوع الثالث اللي هو الارتداد بالأكل،
وهذا بيكون في خلل في عضلة المريء أو وجود فتق بالحجاب الحاجز. نعم. بس في حالة الأكل دكتور يكون في فتق بالحجاب الحاجز؟ طبعا في معظم الأوقات تكرارها يشككنا في وجود الفتق. نعم. وهذا شيء أنتوا لا ترجوه كأطباء وجود فتق في الحجاب الحاجز. طبعا فتق الحجاب الحاجز هو معناته خلل رح يؤدي بالنهاية إلى خلل في إغلاق عضلة أسفل المريء واللي هي مسؤولة عن منع أو خروج الأغذية. صح. لكن طبعا في بعض الحالات لما الإنسان بيأكل لفترة لدرجة إشباع المعدة وتخمة فواتيه ما بقدر أحكم هنا معها. عرجنا على الأسباب، نبدأ بالحديث عنها دكتور. أسباب الارتداد. نعم. أسباب ممكن أنها تحدث بسبب عدة أسباب. ممكن تكون خلل عضوي في أسفل المريء. نعم. نشوفه زي ما قلنا خلل مثلا في زاوية المعدة، يعني يكون بشكل خلقي خلل في زاوية المعدة أو في زاوية التفاف المعدة اللي بنسميها angle of face. ممكن يكون في بعض الأوقات خلل في حركات أسفل المريء وهي الأشعة في أكثر من 60% من الحالات. ممكن تكون الخلل بوجود فتق زي ما قلنا في الحجاب الحاجز. ممكن بقاء يكون الخلل في المعدة نفسها بإفرازات حامضية عالية. أو وجود كسل في المعدة يؤدي إلى إبقاء الأكل لفترة أطول. طبعا التوتر والضغط النفسي دكتور. التوتر والضغط النفسي ممكن أنه طبعا يؤثر بشكل يزيد الارتداد، ولكن لا يؤدي إلى ارتداد مزمن. نعم. لأن الارتداد مزمن يجب أن تكون الآلية مزمنة. نعم. ولكن الإنسان لن يستطيع أن يكون في ستريس بشكل مزمن يعني. صحيح مفهوم. نسمع كثيرا أيضا دكتور بالحوامل يعانوا، والخرافة الشعبية دائما ما تقول بأنه الارتداد المريء الموجود والذي تعاني منه الحامل له علاقة بشعر الجنين. طبعا خرافة شعبية. طبعاً. لكن لها منشأها وأسبابها العلمية. شو السبب دكتور أنه الحوامل غالبا ما يعانوا من الارتداد خصوصا بالثلث الأخير من الحمل؟ طبعا هلا بسيطة. الأول بتم تغيرات في جسم الحامل بسبب الهرمونات، وهذا يؤدي إلى كسل في الأمعاء بشكل عام، ومنها المريء والمعدة. نعم. وبقاء لك لفترة طويلة وزيادة قابلية الارتداد. نعم. خلل في الحركات اللي في أسفل المريء وارتخاء أكثر بسبب هذه التغيرات الهرمونية. والأشيع والأكبر سبب في هذا الموضوع في الثلث الأخير بسبب كبر حجم الجنين وضغطه على المعدة باتجاه الحجاب الحاجز وعمله على زيادة الارتداد. نعم. فأي ضغط في داخل البطن حيرفع الضغط داخل المعدة، وبالتالي حيزيد الارتداد باتجاه المريء. تحدثنا دكتور عن ارتداد المريء وعلاقته بعصارة المعدة، وتحدثنا أيضا عن مجمل الأسباب. دعنا نتحدث دكتور عن الأعراض، كيف تكون أعراض ارتجاع المريء، خاصة وأنه في بعض الحالات تتقاطع أعراض ارتجاع المريء مع أعراض النوبة القلبية، فيصاب المريض أو المصاب بالذهول. هل أنا أعاني من نوبة قلبية أم ارتجاع مريء؟ تخيل حجم المشكلتين كم هو متفاوت لكن الأعراض واحدة. طبعا الأهمية تأتي عند الشك، طبعا الأهمية للقلب اولا. صحيح. يجب التاكد من عدم وجود جلطه قلبيه، لان الدكتور بيكون في الم في اليد، الم في الفك، الم في الصدر، والام منتشره للرقبه. نعم. ممكن تنتشر في اجزاء من الصدر. الكثير من المرضى يعني يشعرون بها، ولكن يجب ان يتم تقييم القلب قبل ما انه نقول انه هذه ارتداد. نعم. لانه ممكن يكون السببين في نفس الوقت موجودين باختصار. بالنسبة للحامض والارتداد 15% من الناس ممكن ما يشعروا بأي أعراض. نعم. نتيجة الارتداد، رغم وجود الارتداد وآثاره الجانبية من تقرحات والتهابات. هلأ في عندي طبعا من 12% إلى 15% ممكن بعض الناس يشعروا بأعراض خارج المريء، وهي أعراض في الجزء العلوي. نعم. من الطرق التنفسية كبحة بالصوت، كنحنحة، أو الشعور بوجود جسم غريب،
في اعلى الحلق، ايوه نعم نسميه جلوبس هيستريكس. كنا في الزمان نعتقد انها ستريس وعامل نفسي فقط، ولكن الان تبينت خلال الدراسات في السنوات الاخيره وجود أبخرة الحامض مع المتغيرات من الانزيمات اللي موجوده بالمعده على الحلق والمنطقه العلويه من المريء، بالاضافه لزياده تحسس هذه المنطقه وزياده حساسيتها في التهاء في تحسس القصبات او الربو. نعم. والتهاب الشعب الهوائيه في يؤثر على الجيوب التنفسيه كما يؤثر على الاسنان. نعم. وتاكل في الاسنان بسبب الارتداد المزمن بسبب الاحماض دكتور. بسبب الاحماض والانزيمات. طيب دكتور، ارتجاع المريء الواحد اكثر شيء يشكي من اعراضه خلال فتره الصباح ام فتره المساء، ولا هذا يتعلق بتناول الوجبات الغذائيه؟ طبعا الشائع الأكثر هو صباحي، ولكن في بعض الحالات الليلية التي تحدث والتي تحدث بسبب تغيرات هرمونية إفرازية تحدث بالليل أكثر عند بعض المرضى، ولكن الأشعة هي نهارا. نعم. وذلك بتأثير من بعض الهرمونات اللي يكون مستواها العالي بالإفراز في الفترة الصباحية. كيف تكون دكتور طرق التشخيص؟ بالتأكيد المريض في بداية الحالة يلجأ إلى أخذ مثلا أدوية فوارة، بعض الأعشاب، الزهورات، أي شيء ملطف لهذا المريء اللي بيعاني من ارتجاعه، إلى أن يشك بأنه المشكلة أصبحت مزمنة أو تكرر حدوثها فيلجأ إلى طبيب الجهاز الهضمي. لا، إحنا بشكل عام نسمح بوجود ارتداد مرة بالأسبوع، نعتبره شيء فيسيولوجي. نعم. تمام. لكن أكثر من مرتين أو أكثر من ذلك يحتاج إلى مراجعة الطبيب. هلأ إحنا خلال العلاج أول شيء أو نأخذ القصة السريرية، نتأكد من عدم وجود ما نسمى بريد فلاج أو الالارمينج ساين اللي بنقدر اللي تخلينا نطلب بعض الفحوصات الإضافية لهذا المريض. بقاء أو وجود بعض الأعراض منها نقصان بالوزن أو فقر الدم أو العمر فوق 50. طبعا فقدان وزن غير مبرر دكتور، غير مبرر، غير متعلق بالحميات. طبعا بعدين خواتنا اللي بفقدوا وزنهم بعد العمر بيصير يخافوا. الغير مبرر بالإضافة ل نزول الدم، استفراغ دموي، تكرار الاستفراغ، صعوبة البلع، كل هذه أعراض بنسميها أعراض مهمة تستدعي إجراء فحوصات وتحاليل. هلأ عند عدم وجود هذه الأعراض ممكن نلجأ في بعض الأوقات لإشي بنسميه trial of therapy، أني أعطي بعض العلاجات المخففة من الحامض أو إفراز الحامض في المعدة وبعض الأدوية التي تقلل من عملية الارتداد. نعم. إذا دكتور بما أنك تحدثت عن التشخيص، شو الأدوات التي تستخدموها أنتم كأطباء في تشخيص ارتجاع المريض؟ نعم، القصة السريرية مهمة. هنالك يمكن أن نلجأ إلى ما يسمى بقياس الحموضة لمدة 24 ساعة. نعم. بعض الفحوصات لقياس ضغط المريء لبعض الأمراض التي يكون سببها خلل في حركات المريء، تنظير الجهاز الهضمي العلوي في بعض الحالات. نعم دكتور. واستخدام بعض الصور الملونة الباريوم سوالو التي يمكن أن نلجأ إليها في بعض الحالات أيضا. عند الكشف دكتور عن وجود مشكلة ارتجاع المريء، هنا يكون العلاج. العلاج قد يبدأ بتغيير نمط الحياة وقد ينتهي بالجراحة، يعتمد على شدة الحالة والمدة التي يعاني منها فيها المريض من ارتجاع المريء. ما هي أبرز العلاجات دكتور؟ والأكيد أنه هاي الإجابة ينتظرها كثير من المشاهدين. طبعا درهم وقاية خير من قنطار علاج. الوقاية مهمة، وذلك تعتمد على إقلال من الأطعمة التي تحتوي على مواد مثل الكافيين، نشوفها في المشروبات الغازية والقهوة ومشروبات الطاقة، الإقلال من المأكولات الدسمة، استخدام تغيير وضعية النوم على الجانب الأيسر. نعم. رفع الظهر
وزاوية الظهر لدرجة 35 درجة. كيف دكتور يعني تشرح لو بإيدك كيف بتكون وضعية الظهر؟ هي إحنا بدنا نعرف إنه ظهر الإنسان لما بده ينام على السرير بدنا زي السرير المستشفيات نحاول رفع الظهر نفسه وليس الرقبة لزاوية 35 درجة. نعم. وهذه تقلل كما أظهرت الدراسات من إمكانية الارتداد. مهم جدا عدم الأكل في آخر 3 ساعات قبل النوم. نعم. لأنه حتى لو كانت سناكات خفيفة دكتور؟ حتى لو كانت سناكات خفيفة، لأنه خلال النوم الإنسان المأكولات أو معظم الأمعاء تتوقف أو تقلل من حركتها، وبالتالي يتم بقاء الأطعمة لفترات طويلة قد تصل لعدة ساعات، مما تؤدي إلى زيادة بالتخمرات وزيادة بالارتداد. نعم. والتأثيرات الجانبية. في أطعمة معينة دكتور تطلبوا من المريض أنه يتجنبها أثناء طبعا. فترة الإصابة؟ السبايسي فود أو الحارة، المأكولات الدسمة، التوابل طبعا، الكافيين، هذه هي تقريبا. دكتور دعنا نتحدث عن العلاجات الدوائية. العلاجات الدوائية تعتمد بشكل كبير على الطفرة التي حدثت في علاجات المعدة، وهي استخدام مركبات قادرة على إيقاف إفراز الحامض من المعدة بشكل كبير، وهي إقلال أو التقليل من ما يسمى بالـ pH الحامض في المعدة من 2-3 وإيصاله إلى شكل متعادل حوالي 7. نعم. هذه الأدوية التي الآن نستخدمها بكثرة هي الخط الأول في العلاج للارتداد. دكتور الأدوية هاي يبقى المريض يستخدمها يعني لفترات طويلة ولا محددة مثلا بمدة أو خطة علاجية محددة الوقت؟ يجب أن تكون محددة لفترة أو فترة مؤقتة، وعند الانتهاء من هذه الفترة أو قبل الانتهاء من هذه الفترة يعاد تقييم المريض. نعم. ومحاولة إنقاص الجرعة أو إيقاف الدواء إذا استطعنا ذلك فكان بها، أما لا فإذا لم نستطع فإن نحتاج إلى تغيير أو تقليل الإقلال من الجرعات قدر المستطاع. دكتور من المعروف من هاي الأدوية الفوار وأحيانا يؤخذ بدون وصفة طبية، هل تنصحون به؟ هلا الفوار أو البعض الأدوية التي تستخدم الأخرى هي ليست من الأدوية التي تقلل الحامض، وإنما هي تعمل على طريقة أخرى، هي إبعاد السطح الحامض عن منطقة المريء تمام، وليست الإقلال من الإفراز من هنالك بعض الأدوية التي الأخرى السابقة تقلل من الإفراز من الحمض وليست من الأدوية الحديثة، معظم في بعض الأدوية تم إيقافها أعتقد أن إيقافها دكتور لكنها مرتبطة مخاطر صحية وصلت إلى السرطانات. نعم. نعم. لكن الأدوية الحديثة أؤكد عليها الآن التي نستخدمها لا تؤدي إلى وجود وآمنة آمنة على المدى البعيد دكتور. ولكن إذا استمر الإنسان أخذانها لفترة معينة يتطلب مراجعة الطبيب وأخذ بعض النصائح ومتابعة بعض الأمور البسيطة في هذا الموضوع. فعاليتها دكتور مضمونة هاي الأدوية؟ متى يبدأ مفعولها؟ يبدأ مفعولها طبعا من كل دواء وآخر، ولكن عادة خلال من 12 ساعة ل 18 ساعة الأولى من أخذ الدواء يصل الإنسان إلى البيك تبع نعم. الدواء عظيم. لكن طبعا في منها مفعولها يبدأ بال4 ساعات الأولى. عظيم. دكتور انتهى الوقت للأسف، ولكن اسمح لي بسؤال أخير، هل من علاقة ما بين مسكنات الألم والإصابة بارتجاع المريء؟ التناول المنتظم لمسكنات الألم طبعا بدنا نعرف أن مسكنات الألم هي عدو جدار المعدة، لأنها تؤثر على إفراز بعض الآليات أو يستخدمها المعدة للوقاية من الحامض، فتؤدي إلى وجود تقرحات. وجود التقرحات وهذه التقرحات ممكن أنها تسبب للإنسان ممكن أن تحدث هذه التقرحات في أسفل المريء أو في أي مكان بالنسبة نعم. للجهاز الهضمي، فعلى حسب المكان الذي تصيبه ممكن أن تؤثر على الارتداد أو لا.
ممكن انها تزيد الارتداد وممكن لا، يشعر الانسان بالام اكثر من الارتداد نفسه. دكتور محمد صلاح، استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، شكرا على المعلومات الهامه اللي قدمتها اليوم لعلاج ارتجاع المريء. شكرا لكم وشكرا لمستمعينا ومشاهدينا، وارجو انه اضفنا لهم شيء بحياتهم اليوميه يفترض انه ان شاء الله، وندعو لهم ان شاء الله بالحمايه والوقايه من كل الامراض.